نعمل 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 ايه؟ قومي دكتور عادل نصر عايزك. يلا لو انتي بقى متخيله ان اللعبه الواطي اللي انتي لعبتيها وشريف عايش وجايه دلوقتي تكمليها انها لعبه سهله وان محدش هيقدر يوقفلك تبقي مجنونه وعبيطه ويبقى شريف ما قالكيش مين هي سمر. الله يرحمه بقى شريف قلبي، كان بيصون العيش والملح، كان معاشر شياطين مع ان من ظهرهم بيقول عليهم ولاد ناس وطيبين. ابن اصول بقى ما يفهمش يا ابله في الحاجات دي. هو انت يا بت بتردي عليا، بس العيب مش عليكي، العيب على اللي عمل من شيء زيك بني ادم. صحيح ما في رجاله عامله زي كلاب الشوارع يروحوا يشمشموا في صناديق الزباله. الله يسامحك يا ابله، اشتمي فيا زي ما انت عايزه، اللي بيتشتم فيه ملايكه على كتافه بترد عنه. بس لو سمحتي بقى ما تشتميش في شريف يا قلبي، هو دلوقتي في دار حق واحنا في دار باطل، احنا ما نعرفش هو في ايه دلوقتي. يلا اهو ارتاح، راح عند اللي احسن مني ومنك يا اختي. هو انت فاكره يا بت ان انا جايه اخد ودي معاكي في الكلام؟ انت حته ممرضه، انا جايه بس احذرك. لكوني فاكره انك قسمتيني في شريف وهو عايش، فجاية دلوقتي تقسميني في الميراث؟ ده مش هيحصل غير على جثتي أو جثتك، فهماني يا أبلة؟ شكراً يا متربية. نعمة، مين الست دي؟ أنا شفتها هنا كتير في المستشفى، وبعدين هي ليه بتكلمك كده؟ دخلت تخلي الدنيا يعني؟ ضرتي يا ستي وجاية تبعبع بكلمتين، ما فيهاش حاجة ما نستحمل بعض يعني عادي. ايه؟ ضرتك؟ هو أنتِ متجوزة يا نعمة؟ اسكتي بقى أنا هروح أشوف الدكتور. متجوزة؟ طيب. يا رشا شوفي مين على الباب، الباب بيخبط. حاضر. فين الورق؟ انا جبت لك منى لحد عندك اهي. بصي بقى حضرتك، والله العظيم انا كنت هجيب الشنطه معايا، كنت ماسكاها في ايدي والامانه فيها وكل حاجه زي كانت ماشيه زي الفل. انا مش عارفه بس فجاه الموضوع اتفقرب كده ليه؟ بس والله العظيم بكره او بعده بالكتير حاجه هتبقى عندك. جايبها لي هنا ليه دي؟ انا قلت اطمن قلبك يعني العمليه ماشيه في الصح. عمليه؟ طب اتفضلوا من هنا يلا، محدش يجي لي هنا تاني، انا عايزه الورق بس. والله العظيم انا قلقت مين هجيبه لك. حاضر ما تقلقيش. بس معلش يعني هو سؤال رفيع كده يعني. وانت طالع من ذمتك كام في الشنطه دي؟ ايه يا بت انت في ايه؟ انت يا بت انت بتتكلمي معايا في ايه؟ اتفضلوا يلا من هنا. يلا 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 ما تحطيش دماغ الهان. والله العظيم ما جايبه حاجه، بقول لك ايه بقى اطلع انت هاته يا اخويا، امال بتنططي عليا كده ليه؟ طب استني استني. انا ممكن اخلي المبلغ 40,000، اكتر من كده مش هقدر. ليه هو كان كام اصلا؟ والمحروس ده كان متفق معاكي على كام؟ 30,000. ايوه واطي يا نصاب. ماشي يا صبحي. بصي بقى يا ست، هلم الاخر كده الوسطاء يمتنعون. والمصلحة دي بقى بيني وبينك انت، ومن الآخر كده شغل الستات في بعضيهم، حلو الكلام؟ اوكي يا منى اتفقنا، وأنا هتصرف معاك، اتفضل من هنا دلوقتي وما تتأخرش عليا بالليل، عندي خروج. حاضر حاضر يا سراش، عدي عدي يا غزال، عدي أنا هوريك. مين اللي على الباب يا رشا؟ دي الزبالة يا مامي. إيه اللي بتعمليه ده؟ يا بنتي هتركزي في الأكل، هتركزي في الشغل. عشان كده تفضلي تاكلي وتقصري كده طول عمرك. عمينا بقى انت مش هتبطل ابدا تتريق عليا. انا يا سيدي دلوقتي عندي تحقيق مهم جدا لازم اخلصه علشان يدخل في المبيت وتنشر في عدد بكره. يا سلام، انت يعني لوحدك اللي عندك تحقيقات؟ ما كلنا عندنا تحقيقات بس بتتقفل وبأمر عليا. انت لسه شاكك ان موت عيلة البنهاوي دي جنائي؟ انا متاكد، خصوصا بقى بعد ما لجوا للباشا. بقيت متاكد اكتر. انا من رايي يا جلال بلاش مشاكل، انت ترقيتك المره اللي فاتت اتاخرت بسبب حادثه القتل بتاعت ابن رئيس الوزراء. انت كنت صح، بس محدش اتضرر غيرك برضو، انت والولد اللي خدوه كبش فدا. يا جلال يا حبيبي احنا في مصر
وانا قلت لك سيب شغل الداخليه واكيد هتلاقي شغل كتير. ما عنديش مانع اسيب الداخليه بس بعد القضيه دي، بعد ما اعرف مين اللي قتل شريك قصاد البني. يعني انت لوحدك هتقف قدام الداخليه كلها؟ خالص، انا مش هقف قدام حد. انا هعمل قضيه الحساب عشان احقق عدل ربنا. ربنا يستر ان شاء الله. قولي بقى على تطولي، عارف الواد زياد عاجبه فيك ايه؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ هي وكلام من غير بواب؟ الله، في ايه يا فادي؟ فادي جرى ايه؟ انا كنت عملت لك ايه يعني؟ أنا بقول لك تخلي بالك من شغلك بدل النادي الزفت اللي أنت بتروحه ده. الله، في إيه يا حبيبي؟ هو مفيش إحساس بيا خالص؟ فادي رد عليا زي ما بكلمك، في إيه؟ فادي يا ابني رد عليا. الله، فادي إيه النكد ده؟ بقولك يبقى انت امشي دلوقتي ويبقى نتقابل بره نتكلم. لا، لا بره ولا جوه يا منى، وخلي بالك انت بتصغريني وتطلعيني شمال قدام الست اللي انا شغال عندها. اسم الله عليك، يمين وانا اللي ظلماك. طب عرفي اليمين بقى يا منى. ثلاثه ايمانات الله، الورق لو مكاني خلال 24 ساعه وبنفس المبلغ اللي اتفقنا عليه من غير زياده ولا مليم، كل نطرت من الفيلا دي يا منى. تنطر مين يا صبحي؟ تنطر مين من فيلا؟ ربنا ما يجعلك من قطاعين لزاق. ابليس سلام قرن الرحيم، اسال جمال عم ابليس، مؤاخذه عم ابليس، دي دواخل بيني وبين منى بنخلصها سوا مع بعض، بعدين ما تنساش ان انا لسه لي طلقه. مش كده يا منى؟ طلقه في قلبك يا بعيد. ده راجل في حد ومعاه حاجه زي الفل كده ويفرط فيها ولا حتى يعملها وحش؟ ده حتى ربنا ما يرضاش بالظلم. هزار هزار عم ابليس، هزار الواحد بيفك عن صدره يعني. مؤاخذه استأذن انا بقى عشان الست رشا بترن عليا. سلام يا منى. سلام يا ابو مستواك. انطر 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 حبيبي. غور غور هاخدك. بقى بت في ايه؟ مش قلت لك 100 مره لما حد يضايق حضريني؟ قولي بس يا ابليس. اعوذ بالله منه ومن شك. بلاش اعوذ بالله، انا اتحرق واحنا واقفين. قولي لي بقى. ايه؟ ايه حكايه الورق اللي بتتكلموا عنه ده؟ ورق ايه؟ الورق يا بت. من صباحية ربنا وأنا واقفة على كعابي عشان أعمل لك الكسكسي اللي أنتي بتحبيه. أقوم أجيبهولي؟ وأنا بقى هشيلك أرنبين كده عصفر وبالسنيبر، حاجة محترمة جدا. عشان أنا؟ طبعا يا حبيبتم. هو إحنا عندنا يا حبيبتي عز مني؟ ده من امتى؟ من الان وصاعدا، احنا كلنا خدامين تحت امرك يا نعمه. لا انا عايزاكوا بقى تهدوا كده وتريحوا نفسكوا على الاخر، لان انا اصلا تعبانه ومش قادره اتكلم حتى، بطني بتوجع. الف مليون سلامه عليكي يا حبيبتي، ده تلاقيه من الفكر يا عين امي. تلاقيكي يا حبيبتي مخك عمال يودي ويجيب في الموضوع بتاعك، وتلاقيكي بتقولي لروحك 10 مليون احسن من عينيه. يا حبيبتي دول هينقلونا كوكب تاني. ياما كفايه بقى كفايه بقى، ارحمي نفسك كلام بالملايين. من امتى انت فاكره نفسك بتعملي عمل؟ ياما ماسكاها البنه في بقك ملايين ملايين. كفايه بقى وارحميني، بقول لك بطني بتوجعني هموت، مش قادره مش قادره على المنهده. ولا تنهدي ولا تعملي حاجه من هنا وصاعدا، ما تفكريش في اي حاجه. انت تجيبي كل الملايين دي بس عندي انا، وانا هشوف لك كام محل محترم على كام خط تليفون هوت لايت عشان اوصل الاكل للزباين. والله مجرد ما يقولوا يا اخويا اسكت بقى، طفشتها منين؟ فين الكسكسي اللي انت قلت عليه؟ نيل شوية حيوانات. بس عادي. طيب حيوانات، خش يا اخويا خش.
ايه بقى الموضوع اللي ما استناش لحد بكره الصبح يا باشا؟ الورق يستنى للصبح ولا ما يستناش؟ ولقيته بقى الورق ولا جيجي لقيته بره الفيلا ولا ايه؟ مش كل ده يا باشا، مش كل ده. ما تنطق يا بني ادم. بالراحه عليا يا باشا، في لعيب جديد دخل اللعبه وعايز يسرق الورق. انا مش فاهم منك اي حاجه. لعيب ايه؟ الانسه رشا عزت يا باشا، دخلت الخط زقت السواق بتاعها على البت منى الغلبانه عشان تسرق له الورق. رشا؟ يا باشا رشا، رشا اللي بتشتغل معاكم. وانت بقى عرفت منين؟ البت منى دي يا باشا بنت غلبانه جدا وملهاش في اللوعه. الظاهر السواق لما لقى الكلمتين دول لطشت له. ما البت برضه يا باشا خايف على اكل عيشها. وانت بقى حضرتك بحكمتك يعني تفتكر رشا عملت كده ايه؟ معرفش دي يا باشا، انا معرفهاش، انا جيت اقول لك عشان تتصرف. ماشي، يعني الورق في الفيلا؟ اكيد يا باشا ما فيهاش كلام، الورق في الفيلا. طيب شوف يا ابليس، طالما البت دي زي ما انت بتقول بنت مخلصه وكويسه، خليها بقى تمهد لك الجو وتدخلك الفيلا وتجيب الورق، او هي تجيب لك الورق. يا باشا انا كنت هنفذ ده من غير ما تقول ومن غير البت كمان، بس قلت اجي اخد الاذن ولا ايه؟ لا ما فيهاش اذن بقى دي يا ابليس، انا عايز الورق يجيلي بس وانا بعيد. يا باشا انت بعيد، انت ابعد من مرسى مطروح يا باشا. ماشي يا ابليس، انصرف انت دلوقتي، بس اهم حاجه تجيب لي اخبار حلوه. من عناية يا باشا، بالاذن. يا بنت الكلب! محدش يقولي براحته، اخوك مجنون، انت تدور عليه وتجيب. يا جيجي هو فادي عيل صغير؟ سيبيه هو لما يزهق هيرجع لوحده. يا سمر مالك سرحانه في ايه؟ مش معانا انت خالص. هو انا حد معايا ولا حاسس بيا ولا واقف جنبي في المصيبه اللي انا فيها دي؟ المراس هيتقسم وكل واحد هياخد نصيبه وكل واحد عايز ياخد جنبه وملوش دعوه بالتاني. فيها يا سمر؟ تركزي يا حبيبتي في كلامك شويه. انت عايزه تعملي مشكله من غير حاجه؟ جوزك كان بيلعب من ورا ظهرك وراح جاب لك واحده تقسمك في الفلوس. عايزه تتخانقي معانا احنا ليه؟ روحي التربه اتخانقي معاه زي ما كنت بتتخانقي معاه وهو عايش. طولة لسانك دي هي اللي جابت لك الكافيه لحد دلوقتي. اوعي تنسي انا اللي جبتك هنا، وكل خير انت فيه الفضل ليا انا، فما تلبخيش بالكلام وامسكي نفسك. عصبيتك انت بتدفعي ثمنها لحد دلوقتي فما تكرريهاش، لان انا مش شريف. معلش بقى يا ستي، اعتبريني عيله صغيره بتتعلم الادب والكل بيربيها. هي قالت الحقيقه. حرام عليك يا جيجي، والله البيت دي صعبانه عليا. دي عقربه. سيبك منها. اخبار رشا ايه؟ رشا؟ اشمعنى؟ يا نهار اسود، مش انت اللي قلت انها هتخلص لنا الورق اللي فوق؟ لا اطمني ما تقلقيش، كل حاجه تحت السيطره. مش عارفه اطمن. الورق فوق غلط. انا لازم اوديه البنك. يا ريت، الكلام ده كان لازم يحصل من زمان قوي. بس الحمد لله، الحمد لله عدت على خير. الحمد لله. جيجي هاني من الحقي، في راجل بره بيقول ان هو معاه استدعاء من النيابه لحضرتك ولسمر هاني. نيابه؟ انت قلبك قاعد قوي. ده لحد هنا برجلكي؟ خلتني اخسر كل حاجه يا ابليس. هخسر ايه تاني؟ ده في ايه؟ انا غلطت يا ابليس. حلوه الدخله دي. غلطت في ايه بقى؟ غلطت لما فهمت ان انا عشان بحبك ممكن تبقى ليا متجوز من خلفك. ابليس ما بيتجوزش ولا بيخلف، اتحكم عليه بكده عشان لو خلف هيجيب شياطين.
عايزه ايه؟ انا قلت لك عايزه ايه؟ انا مش بتاع حد يا سمسمه. سمسمه؟ يبقى لسه جواك حاجه. بقول لك ايه، انا مش فاضيلك، ما تعصبينيش. انا مش هضمه ومش عايزه منك اي حاجه. انا وربنا ما سبت نفسي احمل غير عشان حباك وعايزه ابقى معاك. ان شاء الله ابقى انا خدامه تحت رجليك. بقول لك ايه، انا مش عايز خدامين. انت غلطت لما حملتي، وغلطت اكتر لما رحت لتوته ونعمه وحكيت لهم على اللي بينا، وانا الغلطه عندي بموته. بس احنا في بينا عيش وملح. اسمع، شوفي سكتك، عشان لو وقفت في سكتي أنا مضمنش إبليس ممكن يعمل معاك إيه. أنا ما كنتش عايزة منك أي حاجة غير إن أبقى مراتك وابنك زي ما وعدتني وحلفتلي. أنت خلتني مش قادرة أعيش من غيرك. أنت واجعني أكتر من ابني اللي نزلته، وأخويا، أخويا اللي اتسجن بسببك. صباح الخير. صباح الخير يا رمز، اتفضل. اصلا انا نفسي قاعد لوحدي ما بعملش اي حاجه، قلت لك عكسي شويه. انت تنور. تشرب ايه؟ لا انا جعان. انت كلتي ولا لسه؟ لا لسه، قدامي ساعتين على الغدا، مواعيد الدايت. طب كويس، على فكره في مطعم جنبينا بيعمل اكل دايت عالمي، عزمك النهارده على الغدا. بس انا لسه ورايا شويه شغل. اه اكيد مش دلوقتي، يعني لسه بتقولي قدامك ساعتين والشغل مش هيطير، واكيد مش هتكسفيني طبعا. ايوه ادخل. ادخل فين يا فندم؟ ادخل هنا. امال يعني هتدخل فين؟ يلا انا مستعجله، عايزه اروح البنك. خد، استنى. يلا سعادتك. قدام. جيجي عايزه اقول لك على حاجه. فندم عايزه اروح حفله عيد ميلاد نانسي. هي عاملاها في فيلا في التجمع. احنا في ايه ولا في ايه؟ حفلة ايه دي اللي انت عايزة تروحي؟ يعني ليه ليه ما نروحش الحفلة؟ انا مش فاهمة. ليه مش عايزاني اروح ليه؟ ايه المشكلة يعني لما اروح الحفلة يعني؟ مش أحسن من الاكتئاب اللي احنا عايشين فيه في البيت على طول؟ خلاص بقى بيتنا اكتئاب. طب يا ستي ريحي نفسك من الاكتئاب وروحي. بس افتحي تليفونك وهكلمك على طول. حاضر، هفتح التليفون. حاضر. طيب. يا ده واضح انه ما بيستغناش عنك نص ساعة حتى. ايوه يا مستر سامي. ايه يا رشا؟ وصلت المكتب وكلمتك على الارض ما بتردش. موبايلك مقفول من امبارح، انت فين؟ ايوه ما انا خرجت مع مستر رامز، بنتغدى بره وراجع على المكتب تاني. رامز؟ بتعملي ايه مع رامز بقى؟ طيب خلاص اوكي، مش هتأخر، هرجع على طول. باي. رشا، هو انت وسامي متصاحبين ولا حاجه؟ متصاحبين؟ يعني ايه متصاحبين؟ يعني في بينكم اي علاقه، ارتباط، حب، حاجه اكتر حاجه اقل؟ بس انا شايف بصراحه يعني اهتمامه بيكي زياده شويه، مش مجرد مديره مكتب اخوه الله يرحمه. الله يرحمه. اولا انا ما بحبش لفظ متصاحبين ده. ثانيا اللي بيني وبين مستر سامي شغل بس. طيب ما تزعليش، انا بس كنت مطمن مش اكتر. ماشي اوكي، بس ما تنساش ان هو نائب رئيس مجلس الاداره. وبعدين انت شفت ايه اداك الامبريشن ده؟ تعرفي انا طول عمري بحسد صادق بيه عليكي. مديره مكتب شاطره وذكيه، تتكلم اربع لغات، تلبس شيك وزي القمر. ميرسي. طيب انت ناويه تعملي ايه بقى الفتره اللي جايه؟ الشغل؟ والله لسه مش عارفه، هستنى اجتماع مجلس الاداره اللي يحدد. بس ما دام مستر سامي هو اللي هيمسك الشركه مكان مستر صادق، يبقى هفضل زي ما انا مديرة مكتب رئيس مجلس الإدارة. تضحك على إيه؟ أصلا بصراحة لو مكانك يعني هفكر شوية، مش هتسرع قوي كده. الفترة اللي جاية يا رشا في حاجات كتير قوي ممكن تتغير.
سلعوة انت نايم وانا محبوس فيها يا كابتن. طب ما انا محبوس معاك اهو. هي مالها قلبت بجد كده ليه يا سلعوة؟ ده انا كنت بهرج يعني بهلفط مع الناظر بكلمتين عشان اعمل راجل قدام توتة او ما تحبس. انت شايف كده بمار فين؟ انا اتبعت يا سلعوة، كلهم نسيوني، ولا نعمة ولا توتة ولا اقتدار ولا ابليس ولا حتى حشر الكلب ده ما فكرش يجيب لي حتى علبة كشري من الكشري المنتن بتاعي. يا عم والله كلهم بيتكلموا عليك ويقولوا ربنا فك دقته. لا خلاص يا سلعوة انا انتهيت، لا في امتحانات ولا حتى كورة، اسطورة كابتن كورنر انتهى. ثقة في الله ترجع ملعب بسرعة يا اسطورة. على النعمة كلامك ده اللي هيودينا في داهية. بص يا باشا، حضرتك مع مدام سمر ومدام جيجي لازم تروح النيابة، بس لازم كلامكم كله يبقى نص واحد ما فيهوش أي اختلاف. طبعا هتقولوا إن كنتوا ما كنتوش تعرفوا إن شريف ده متجوز، وبما إنه طلع متجوز البنت دي إن كنتوا ما عندكوش أي مانع إن هي تاخد حقها قانون. وأنا اتفقت مع مدام جيجي إن أنا أروح لها للادي في الفيلا، يا ريت يعني لو فاضي شوية سامي بيجي لنا بحيث نوحد ما بينكم الكلام، ده هيبقى كويس أوي. أنا هخلص شغل كده وبإذن الله أعد عليكم بالليل. أهم حاجة بس متر سمير يعني خلص لي الورق بتاع شحنة أوبرس، يعني هتطلع من المينا كمان كام يوم كده يعني، فأنا مش عايز أي عطلة. لا متقلقش خالص يا سامي بيه، كل شيء جاهز، الأمور كلها محسوبة تمام. طب أستأذن أنا يا سامي بيه. تلعب المباراة؟ عزمني على الغدا كان لازم انزل معاه، معرفتش اهرب منه. كنت عايز الورق ليه؟ بتبيعين لمين؟ ورق ايه؟ وحياة امك شغاله صبحي الورق، فكان مش عارف ولا ايه؟ الورق ده انا كنت عايزاه عشان اديهولك، هعمل بيه طول عمره قدامي. المفروض بقى ان انا اصدق الكلام ده. اه طبعا لازم تصدقني، انا ماليش اي مصلحه في الورق ده، انا كل مصلحتي معاك انت. اخر مره يا رشا بسالك بحق العيش والملح وكل اللي بينا، كنت عايز الورق ليه يا رشا؟ ورق ايه يا سامي اللي انا هاخده من وراك؟ الورق ده انا اللي عاملاه، كل العملاء والكونتاكتس اللي فيه والعقود اللي باسامي شركات وهميه والمصنع بتاع اسرائيل ده شغلي انا. انا اللي قعدت معاك وفكرنا واقنعنا مستر صادق يدخل فيه، وشغلك اللي انت عامله من وراه انا شريكه معاك فيه. هاجي دلوقتي اخد منك ورق من وراك؟ كان اسهل حاجه اقول لك باي باي، اقدم استقالتي واروح اشتغل لوحدي، او اروح اشتغل مع حمد النشار اللي عرض عليا 4 أضعاف السالري. مش رشا عزت يا سامي اللي هتلعب دلوقتي، انا كنت عايزه الورق ده عشانك، مش عايزه خلاص انت حر بلاش. بفرض ان ده صحيح، هو الورق يا هاني بيجي بالطريقه دي؟ حضرتك كده فتحت عينيهم علينا والشغاله راحت قالت لهم كل حاجه. مستحيل. طيب رامز بسلامته بقى كان عايز ايه؟ بيرس. لا انا عارف رامز كويس، ما بيخشش على الحاجه دغري، بس ما علينا يعني. انت بقى عملتي معايا ايه؟ قفلت معاه. عبيطه عبيطه؟ انت عايز رامز يجي يقول لي انت مصاحبه سامي وفي بينك وبينه ايه، وطول عمري بتمنى واحده زيك وما اقفلش معاه؟ شوفي يا رشا، رامز وجيجي ماسكين عنها ورق اللي احنا عارفين اوله من اخره، وحضرتك بغبائك سلمت نفسك وسلمتيني معاكي عشان لعبتي بورقه خسرانه وخايبه. لا ما اعتقدش ان كلامه معايا ليه اي علاقه بالموضوع ده، صدقني. ماشي هحاول اصدقك، صلحي غلطتك بقى. رامز دلوقتي جه على حجرك، هاتي لي الورق منه. رامز عازمني بكره بالليل عنده في الشقه على العشاء، انت عارف رامز كويس قوي. حلو ده، خلاص روحي له وخليه يطمن لك. يا سامي انت شايفني رخيصه قوي كده؟ انا عارفه كويس، بس عارفك قوي وعارف ان هو مستحيل يلمس منك اي شعره، وانا حبيتك ليه؟
ايوه يا استاذ ابليس. يا سامي بيه، معاليك حصلت مصيبه. حصل ايه؟ جي جي هاني مودت الورق البنك. الله يخرب بيتك وبيت اخبارك اللي زي وشك. ده حصل امتى وازاي؟ دلوقتي يا باشا، هو ده اللي حصل. وانت يا بني ادم يا غبي، مش تقول لي قبل ما تحطه وقبل ما توصل؟ نعرف منين يا راح البنك ليه يا باشا؟ اعرف منين؟ وبعدين يا باشا اللي اعرفه ان البنك ده بيحطوا فيه فلوس، مش بيحطوا فيه ورق. وانت عرفت منين هو الورق؟ يا باشا وهي راكبه معايا كانت فاتحه الشنطه وعماله تبص في شويه اوراق. يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا عايز اعرف، اروح اجيب مثلا عصابه واسطه على البنك؟ يا باشا انا عملت اللي عليا وقلت اقول لك وخلاص، انا غلطان يعني؟ طب سلام. الو الو يا ابن الكلب. جيجي لو دخلت عندي على الفيسبوك هتعرف ان عيد ميلادي كمان 5 شهور. طب خشش غيري ولا مسحي خالص؟ يخرب بيت دماغ، انت اكيد بتهزري. وبعدين احنا مش هنخلص من السجن اللي هي معايشاك فيه ده. مدلعك قوي ابليس ده. انا من رايي بقى تشتغلي معاه باللي بيجيبها لي. هو عمرنا؟ لا، وعشان ترتاحي اكيد روان مأخراك العادي. اهدي بقى شوي. بقولك ايه؟ عمرو هناك لوحده اهو. وهي الزفته بتاعته فين؟ انا عرفت من شويه ان هو جاي لوحده. يلا فرصتك. لا طبعا، استحاله يكون جه هنا من غيره. طب ما تتكلمي معاي، انت مش 24 ساعه قاعده مكتئبه؟ اهو قدامك روحيلي. بقولك ايه؟ هروح اجيب حاجه. كان المفروض تردي على تليفوناتي على فكره. لا ما كانش المفروض على فكره. كنت عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا، انا وروان سيبنا بعض. سابتك هي ولا انت اللي سبتها لما فلوسها خلصت؟ ايه العبط ده؟ انا سبتها عشاني. بجد؟ سبتها عشاني انا؟ صدقها والله العظيم. لو كنت بتردي عليا كان زمانك حركت. انت عايز ايه دلوقتي؟ انا جاي اقولك ان انا بحب. انت ما بتعرفش تحب غير نفسك يا عم. كان لازم تبقي جنبي يا همسة، كان لازم تستحمليني وما تخلينيش محتاج حاجة. انت عارفة ان انا كنت عايش في اوروبا والعلاقات هناك قبل، مفيش جو اختي عايزاني ارجع الساعة 10 واختي قفشت عليا. انت عارف كويس ان دي طريقتي، انا بنت وعايشة في وسط اهل وعيلة. انت محسساني انك طفلة عندها 8 سنين، الفرق ما بينك وما بين روان ان روان كانت دايسه معايا في كل حاجه، انت كل حاجه لا. بس ده مش مبرر ان انت تسيبني. وعشان كده انا جاي بقول لك ان انا بحبك. بس انا بقى ما اتغيرتش يا عمرو ومش هتغير. بس انا شايف تغيير اهو، بدليل انك سهرانه لحد دلوقتي. ده انا سهرانه النهارده للصبح وهبات عند نانسي كمان. مفيش حاجه علينا بقى عشان نشهيص؟ ده انا معايا حاجات قد كده. على فكرة أنا عارف إنك جاية عشاني، بس العكس بقى، أنا اللي جاية عشانك.
يعني انت لسه بتحبني يا عمر؟ انا اثبتت لك اني بحبك، وانت لو لسه بتحبيني تعالي نكمل السهره عندي في البيت. خمس دقائق وهرجع لك، فكري كويس في اللي انا قلته لك. انا لسه بحبك. جيجي هانم، البت جت تاني. بت؟ بت مين دي؟ انا ست الكل. انتي وليكي وش تيجي لحد هنا؟ جرايه منى اللي موقفك. حاضر. طب يعني ده انا جايه من مواصلات وميكروباص. قولي لي اتفضلي حتى يا اختي، ده عيب، ده انتي صاحبه واجب. وانتي اتفضلتي لوحدك خير. والنبي يا ست كل شريفي قلب الله يرحمه كان دايما يقول عليكي حته سكر، تطلعي وتتجنني، بس يعني بتنزلي على ما فيش وطيبه وقلبك زي البفته. شريفي قال عليا كده؟ ايوه، وقال عليكي كمان ان انت دغري وما بتحبيش الحال المال ابدا، عشان كده بقى انا قلت اجيلك بدل ما انت تجيلي وتضربي مشوار لغايه عندي. اضرب مشوار لغايه مشوار ايه ده؟ يعني لو انت ما تعرفيش ان سامي بيجي لغايه عندي هو الست سمر. سامي وسمر جولك؟ أما ليه؟ وحتى سامي بيه عرض عليا 10 مليون، والست سمر بقى بصراحة هددتني وقالت إن هي تعرف توقفني عند حدي وتوديني في 60 دقيقة وتعمل معايا الصح يعني. بصي بقى، أنا ست دغري ماليش غير في البيزنس. أنا هديك 12.5 مليون أكتر من سامي ب2.5 مليون، أوكي؟ شوفي يا ست الكل، انا جايه هنا عشان اشتريكي مش عشان ابيعلك. وبعدين بقى انا مش شحاته، انا جايه مد ايدي بالخير وبالسلام، لا جايه مد ايدي عايزه شيك ولا عايزه قرشين. قلتي ايه؟ قلت اوعي تفتكري ان احنا هنبقى اصحاب. يعني انا عرضت عليكي العرض يا توافقي يا ما توافقيش، بعد كده عندك النيابه والمحاضر والبوليس، واضربي دماغك في الحيط واخرجي من دماغي ويلا مع السلامه. ايه ده؟ وماله؟ الحكومة تجيب حق الواحد برضه. خليها تجيب لك حقك. بالعكس يا بنتي، دي فرصة هايلة. عارفة ليه؟ علشان لما ابقى عنده في البيت اعرف بقى لو روان لسه في حياته يبقى اكيد هتجيله البيت، لكن لو مفيش خلاص حد في حياته أنا بحبه وهفضل معاه طول العمر. وأنا بالنسبة لي تعب. أعملي اللي أنت شايفة. يا أختي ما عندكيش حاجة حرشة مهبطة. بإيه؟ مهبطة. ده أنا إيه ده؟ إيه ده؟ دي حاجة يا جيجي ولا إيه؟ مفيش حاجة يا سيدي. إيه اللي جاب دي هنا؟ بنتكلم في موضوع، اسكتي. خير يا مدام نعمة؟ خير والنبي يا أخويا، مفيش حاجة. أنا بس بقول للمدام إن أنا تعبانة كده ودايخة وحاسة إن أنا مهبطة. حسن روحي يا اخويا بتسحب مني. الله. نعمة يا منى. نعمة هاتي البرفيوم من عندك. نعمة انت عملت لها حاجه ولا ايه؟ يعني انا هكون عملت لها ايه يعني؟ الله يا جماعه، شوفوا البنت دي مالها فيها ايه؟ نطلب لها دكتور ولا اسعاف؟ على فكره لو حصل لها حاجه هنا هتبقى مشكله. عارف. يلا في داهيه. بس بقى اسكتي. طمني يا دكتور رامز، انا قلقان حقيقي. فوقي يا نعمة، فوقي. كويسة؟ ما تخافش يا اخويا، ما تخافوش يا جماعة، ما تتخضوش عليا كده، انا كويسة والله، انا زي الفل. بس الدكتور قال لي ما تتعصبيش يا نعمة وتاكلي كويس عشان الحمل، عشان النونة. النونة حامل؟ حامل؟